وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. مالك يا متولي؟ شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوه انشراح. إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير. مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس، كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك أنا لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين إزاي طلعوني وسابوا بقية الزملاء كلهم جوه؟ أنت طلعتني إزاي يا متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ أنت طالعة من الاسم اتحققي معايا أنا. هو أول الجواز كده يا ابني. لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض. وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهوريه، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تاذيش. هتاكلني ايه؟ طبق كشري بالدقة والتهلية يستاهل بق سعادتك. والله أنا نفسي رايحاله، بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة. واحد كمال يا متولي. أنا وشيفة يا ريس. يا سلام، أحلى أكل في الدنيا أكل الشعب المصري. ميزة شعبنا إنه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطة دي أشياء رائعة. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهاردة؟ لسعادتك ولا لأي حد؟ لسعادتي إزاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس. بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان. الحاجة ولعت. تفضل انت. كريم بيه، يا اهلا وسهلا. أأمرني يا فندم؟ سيادة الرئيس عايزني حالا. حالا يا فندم، حالا. كريم بيه، ما تعرفش سيادة الرئيس عايزني ليه؟ ما تعرفش، انا جاي حالا. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. اقعد. كبشة مكرونة قد كده، معاهم شوية رز ومعلقتين عدس بجبة، عليهم شوية تقلية، دول يعملوا كام؟ يا ريس أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه بالظبط. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا ريس. أنت بالك قد إيه ما أكلتش كشري؟ ولا انت غرقان في السمو في مي والجمبري؟ يا ريس دي اشاعات مغرضه، الهدف منها تشويه صوره الوزاره قدام سعادتك. طبق الكشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه، احنا مراقبين الاسعار كويس قوي. انا عن نفسي لسه اول امبارح واكل عند ابو طارق، الطبق بنص جنيه. عند ابو طارق زي ما بقول لسعادتك يا ريس.
ادينا ابو طارق. ابو طارق بتاع كشري يا ابني مش ابو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبله واثاره الراي العام. لازم نعرف مصدر المعلومه مين. يا حازم بيه مش مهم مصدر المعلومه، المهم هي صح ولا لا. والرئيس اتغدى ايه امبارح؟ كشري يا فندم. انت قلت لسعاده الرئيس ان طبق كشري بخمسه جنيه؟ سالني يا حازم بيه وكان لازم ارد على سعادته. وانت تقول له بصفتك ايه عملت لنا ازمه في البلد؟ يا فندم الناس كلها عارفه. اخر انذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ او النعمة الشريفة يا ريس، دقيق نمره واحد، قمح امريكاني، خميره طلياني. انا عايز اكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكره جيب لي عيش من فرن بلدي، عيش من المدعم. عيش يا باشا، عيش يا باشا. وده بعيش معاك ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه وكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من المجلس الصبح، كوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟ كباري وطرق وانفاق وعملنا، بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. ايه زلط؟ زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه. وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الامانه يا فندم الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومه مفاجاه والله. بس غير اتفضل. في الحقيقه انا حبيت نتغدى مع بعض النهارده، ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون اي رسميات عشان يبقى عيش وملح برضه. دايما عامر يا ريس. نزل لحضراتكم ده عيش بلدي مدعم جاي من فرن في مصر القديمة. كل ده من عربية في السيدة، من عند واحد اسمه ايه يا متولي؟ حنفي لا مؤاخذة. احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. جايز تلاقوا في الاكل اشياء غريبه، بس زي الشعب ما بيستحملنا وبيحبنا وبيبلع لنا الزلط، احنا كمان لازم نحبه ونبلع له الزلط. انا عايز الاكل ده يتمسح فورا. اتفضلوا.
خير. خبر إقالة وزير التموين عامل رد فعل واسع جدا. الناس فرحانة في الشوارع. كريم بيه، أنا شايف إننا نجيب طباخ تاني للريس مكان متولي. ليه يا حازم بيه؟ الولد ده من الأول أنا قلت عليه إن لسانه طويل وبيتكلم كتير. أيوه بس سيادة الريس عارف كويس قوي هو بيعمل إيه. سيادة الريس مشاغله كتير، وإذا سألناه في كل صغيرة وكبيرة بكده إحنا بنزود مشاغله أكتر. ها حازم بيه، اسمح لي بقى المرة دي أنا أختلف معاك وبشدة كمان. شكرا يا عبد الله. سيادة الريس مشغول في المقام الأول بمحدود الدخل. الناس يا حازم بيه هم أهم.